فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فإن أهل الكتاب من جملة تحولاتهم عن دينهم الذي جاءت به أنبياؤهم، ومن جملة تخريفاتهم وتغييراتهم وتبديلاتهم، أنهم غلوا في أنبيائهم وغلوا في صالحيهم، نعم، حتى عبدوهم من دون الله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وأن هؤلاء الأموات يكونون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويتوسطون لديه سبحانه في قضاء حوائجهم. وهذا شيء متسلسل في الأمم من عهد قوم نوح، فإنهم أول من غلا في الصالحين وصور صورهم بعدما ماتوا، ونصب صورهم حتى عبدت من دون الله عز وجل، وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء المنخدعين باسم تعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والقرب من الصالحين كما يزعمون. زين لهم الشيطان ذلك بهذا الثوب، ثوب محبة الرسول ومحبة الصالحين، حتى إنهم اتخذوهم آلهة من دون الله عز وجل. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو بالأموات والغلو بالقبور، لأن ذلك يفضي إلى الشرك كما أفضى بمن كان قبلنا من الأمم، وأقربهم زمنا إلينا وهم اليهود والنصارى. فلذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته من باب النصح للأمة، وأنه على صلى الله عليه وسلم مستمر على مناصحة الأمة حتى في آخر لحظة، ولا سيما عندما قرب أجله صلى الله عليه وسلم، ما ترك النصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم. والمناسبة أنه لما قرب من الموت خشي أن تعمل أمته في قبره ما تعمل الأمم السابقة في قبور أنبيائها، مما جرهم إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله. فلذلك روى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قيل بخمس سنين وقيل بخمس ليال، أنه يحذر من الغلو فيه والغلو في قبره كما فعلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. فإنه وجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في هذا الأمر الخطير، وهذا أقبح أنواع التشبه، لأن هذا شرك بالله عز وجل أو وسيلة إلى الشرك. لذلك حذر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة، حتى إنه وهو في سياق الموت وهو يقاسي من سكرات الموت ويضع يده في الماء وينضح به وجهه، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.